في رواتب العاملين في القطاع الخاص. انا قلت يمكن في السؤال الاولاني احنا دلوقتي بدأنا الحوار بالفعل مع القطاع الخاص، قعدنا جلسات جيدة جدا في اتحاد المستثمرين، وكان الموضوع الرئيسي هي الأجور داخل القطاع الخاص، ولقيت تفهم من الكثيرين، ويمكن لقيت اعتراض من جزء برضو. احنا بنقول ان احنا خلال المرحلة اللي جاية هننتهي بس من الانتخابات العمالية، فور الانتهاء من الانتخابات العمالية في مجلس اعلى للحوار المجتمعي لشؤون العمل هيبدأ عمله مباشرة بعد الانتهاء من الانتخابات. يمكن اول الحوارات اللي هتطرح على هذا المجلس هو هذا الموضوع، عشان نحط آلية وتصور معين، واللي هيقول هذا التصور هم اصحاب الاعمال لان هم طرف في هذا المجلس. وان شاء الله نطمنك برضو على هذا الامر، وهيكون فيه تطور فيها.